بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. دايما كان في صراع ما بين اي شخص بالحاجه اللي بيحبها وكلمه الحق والحاجه اللي هو شايفها. انا من اكتر الناس اللي بحب ليونيل ميسي، بحب جدا حاجه اسمها ميسي من اول ماتش لعبه مع برشلونه لحد دلوقتي واستمراره مع باريس سان جيرمان. واستمراري في مشاهده ميسي هي متعه خاصه ليا كل مباراه. بس لما نيجي نتكلم على استحقاقيه ميسي للتتويج بالبالون دور السنه دي، احنا في كلام كتير جدا كمان، يعني في كلام كتير جدا 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 ممكن تقوله. بس الحاجه اللي كلنا لازم نتفق عليها ان ميسي خد احسن لاعب في العالم، ليس لانه قدم موسم جيد مع برشلونه الموسم اللي فات، وليس لانه فاز بالكوبا امريكا، ولكن لانه اسم اعلاني بيبيع، ولان ميسي الماركتنج بتاعه اعلى بكتير جدا من ليفا او من جورجينيو. لانك لو كنت عايز تتكلم بلغه الارقام، فليفاندوفسكي عمل موسم خرافي الموسم اللي فات بالنسبه لليفا، كان ليفا يستحق يكون احسن لاعب في العالم. لا تتكلم بالبطولات، فجورجينيو يعمل ايه في الكوره تاني؟ يعني جورجينيو في سنه واحده بس خد يورو مع ايطاليا وخد دوري ابطال اوروبا مع تشيلسي. فانت دلوقتي معايير اختيار ميسي عشان خاطر ده ليونيل ميسي، عشان خاطر ميسي ياخد البالون دور السبعه ليه، الكره الذهبيه السبعه ليه، ميسي يخلص الحرب بتاعته هو كريستيانو رونالدو وينتصر فيها وكل الناس تطلع مبسوطه وعشاق ميسي يطلعوا مبسوطين. بس هل استحقاقيه ميسي للجائزه دي تخليك تطلع فرحان؟ انا بالنسبه لي واحد مش فرحان، انا واحد بالنسبه لي كان نفسي العدل هو اللي ينتصر، كان نفسي جورجي ياخدها، كان نفسي ليفا ياخدها، كان نفسي نطلع من حوار ميسي وكريستيانو. حتى السنه اللي مودريتش خدها لم يكن يستحقها، وكان يستحقها لعيب من المنتخب الفرنسي عشان خاطر فرنسا كانت واخداها في كاس العالم، كانت واخده كاس العالم ساعتها، فكان يستحقها لعيب فرنسي. فطول ما هي ماشيه كده بالتارجت والاسماء، فاي جائزه فرديه مش مفهومه. معلش يعني رياض محرز يجي ورا موسم مونت على اساسا، يعني موسم مونت من اللعيبه اللي خدت دوري ابطال اوروبا، بس انت حاطط لي تقييمات غريبه جدا وحاطط لي رصه غريبه جدا في اللعيبه، حاجات كتير جدا. وفي الاخر لما الواحد يعترض يقول لك لا انت ما بتحبوش ميسي، يا باشا لا، بنحب ميسي وبنعشق ميسي وبنؤمن ان ميسي موهبه مش هتتكرر كتير في عالم كره القدم، بس مش لدرجه ان انا اطلع طبق لميسي اللي خد احسن لاعب في العالم وهو ما يستحقهاش. فهمت القصه ولا لسه ما فهمتش؟ انا مش مطلوب مني ان انا اطلع اطبل لحد انا بحبه وشايف ان الحد ده ما يستحقش اللي هو خده، وان اللي هو خده ده مجهود غيره. ميسي خد مجهود غيره، ميسي خد حاجه ما يستحقهاش. بس يلا، هو الماركتنج عايز كده، مش دايما كل حد بيعمل حاجه كويسه بيلاقي عليها تقدير. مش طالب منك انك تعمل تقدير للفيديو وانك تعمل لايف، لان هذا رايي، ممكن يعجبك ممكن ما يعجبكش، ممكن تعدي عليه كده ولا تشوفه، براحتك في كل